قرر النائب العام المستشار نبيل صادق حبس 11 من مسؤولي صيانة الكهرباء بمطار القاهرة الدولي 15 يوم على ذمة التحقيق على خلفية انقطاع التيار الكهربائي عن مبنى الركاب 3. جاري استكمال التحقيقات بسؤال المختصين بشركة شمال القاهرة للكهرباء عن سبب انقطاع التيار الكهربائي بمبنى الركاب 3. وكان النائب العام كلف نيابة شرق القاهرة الكلية بالانتقال إلى مطار القاهرة الدولي للوقوف على أسباب انقطاع التيار الكهربائي فجر الجمعة الماضي. كمان أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في الواقعة وفي أسباب عدم تشغيل المولدات الاحتياطية ما تسبب في ارتباك حركة الطيران واستلام الحقائب وتوقف أجهزة الحاسب الآلي لمدة ساعتين. وكان التيار الكهربائي انقطع فجر يوم الجمعة الماضي عن المبنى رقم 3 في واقعة لم يشهدها المطار أو مطار القاهرة من قبل، ما أدى إلى توقف العمل بالكامل وتوقف سيور الحقائب وتأخر عدة رحلات جوية. الحقيقة يعني الموضوع مش محتاج لتعليق، يعني بجد اللي حصل في المطار مش محتاج لتعليق. بالتأكيد خطوة مهمة اللي هو قرار النائب العام، لكن مش عارفة أقول إيه يعني. بس يعني المرة دي اتقطع التيار علشان احنا لسه بنقول ان للاسف احنا عندنا في وزارات وفي اماكن مهمه جدا او اماكن حيويه ويعني الى اماكن حساسه جدا 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 تكاد تكون يعني سياديه موجود فيها لسه خلايا اخوانيه، فاحنا المفروض نستنى لايه؟ واحنا جربنا ولسه نهوان كانت بتتكلم على السياحه ونتكلم كمان عن قطاع مهم جدا زي قطاع الطيران وجوه المطار. يعني ده الحمد لله ان ربنا ستر المره دي كانت قطع تيار كهربائي. انتوا عارفين ايه اللي ممكن يحصل تاني، فاحنا مستنيين ايه؟ معنا على التليفون الاستاذ محمد عبيد مدير مكتب جريده الاخبار بالمطار. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك، صباح الخير استاذه نهوان، وصباح الخير لكل المشاهدين. اهلا بحضرتك. عايزين المزيد بقى، ايه اللي بيحصل في اللي توصلت له يعني او معلوماتك ايه اللي توصلت له التحقيقات لغايه دلوقتي؟ هو بالفعل زي ما حضرتك أشرتي تم حبس 11 من المسؤولين بالقطاع الهندسي في شركة المينا بالإضافة إلى مهندس في إحدى الشركات الخاصة المتولية صيانة أعمال الكهرباء في مطار القاهرة. الواقعة بدأت من صباح الخميس في رسائل ظهرت على أجهزة الحاسب الآلي تشير إن البطاريات بتاعة المحولات ما بتشحنش أو هتفقد الشحن. الوردية اللي شغالة لم تستجيب للرسائل وتجاهلتها واعتبرت ان دي حاجات يعني حاجة ممكن تكون عطلة او حاجة بسيطة محتاجة ريستارت للجهاز، يعني مش هيحصل حاجة بمعنى صح ده اهمال. بالفعل بدأ مع ساعات الصباح الاولى صباح الجمعة انقطع التيار الكهربائي لمدة ساعة ونص. دي مهزلة بجميع المقاييس بالاضافة لانها بتبوظ سمعة المطار، لان احنا دلوقتي بنحاول نبقى مركز تجميع وتوزيع للركاب بمعنى اصح هب في افريقيا. طبعا لما تطلع حاجات زي كده هيقول لك ده يعني الكهرباء بتقطع، يبقى مين اللي هيروح ومين اللي هيجي. المهم ان التحقيقات كانت مع حوالي 27 واحد واسفرت عن حبس 11. القرار دي للتهدئه في المطار لان كان فيه بصراحه كل العاملين في المطار كان يعني شبه حالة عصبية بسبب ما حدش مصدق اللي حصل او ان تقعد ساعة ونص والمحولات الاحتياطية كمان ما تشتغلش، دي كانت مهزلة اكبر. فكان لابد من اتخاذ قرار فعلا، والحمد لله ان النيابة فعلا تدخلت، ودلوقتي بقى بيتم اعداد خطة بديلة بحيث ان لو حاجة زي كده اتكررت يتم تفاديها عن طريق ثلاث حلول، مش حل او حلين، ثلاث حلول عايزين يطبقوهم في الفترة اللي جاية عشان نتفادى الأعطال دي أو نتفادى حاجة زي كده تحصل تاني. يعني ربنا ان شاء الله يكرمنا كده يا رب. جزيل الشكر للاستاذ محمد عبيد مدير مكتب جريده الاخبار بالمطار. لكن مره تانية اعتقد ان الموضوع مش المشكله ان هو ما يحصل ده مره تانية فيبقى عندنا ثلاث حلول، لا المفروض ان احنا دايما زي ما بنقول احنا مش في ازمه، كمان عشان نقول يبقى عندنا لجنه او ما شابه للازمه، احنا مش في ازمه، احنا ده وضع طبيعي. المفروض ان المطار ده مكان حساس جدا، مكان يعني احنا مجربين فيه قبل كده مشكله كبيره لسه ما طلعناش منها لغايه النهارده، لسه السياحه ما رجعتش، لسه 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 لغايه دلوقتي بيجي لنا وفود من الخارج للتفتيش، وده يحصل علامات استفهام وعلامات تعجب. بس هو ده، يبقى احنا في الداخل بقى المفروض نعمل ايه؟